اليوم إن شاء الله راح تعجبكم هذه الفقرة وتركزون فيها لأنه تعرف ما لك وما عليك يعني. بالفعل ومهم جدا فعلا أن هاي المريض تماما ما هي حقوقه عندما يتجه إلى أي منشأة صحية. فغياب الثقافة القانونية لدى الكثير من الناس يتعلق بحق التقاضي بعد وقوع أخطاء طبية وعقوبات مقررة في مثل هذه الحالات. كل هذه الأمور وأمور أخرى أيضا إن شاء الله رح نناقشها في موضوع إن شاء الله. طبعا رح نناقشها إن شاء الله مشاهدينا الثقافة أكثر الثقافة القانونية في الأخطاء الطبية. معنا هنا في الاستوديو المحامي والمستشار القانوني الأستاذ فيصل الحربي. أستاذ فيصل سعداء بتواجدك معنا اليوم في صباح السعودية وحياك الله. أسعد الله صباحك. أسعد الله صباحكم. أهلا وسهلا. حياك الله. يعني نبغى نتعرف في البداية عن حقوق المرضى. القانون كفل حق الجميع وأيضا المرضى هناك عدد من البنود وبنود كثيرة تضمن حق المرضى في المنشآت الصحية وقد كفلها القانون بشكل كامل. عرفنا من الناحية القانونية ما هي حقوق المرضى. خلنا نتكلم عن الحقوق بشكل عام. طبعا حقوق المرضى هي كل ما يتوجب تطبيقه على مزاولي المهنة طبية من واجبات يعد بالمقابل هو حق للمريض سواء المزاولين من ناحية الطب أو من المستشفيات أو من الصيدلة أو من الأشعة أو فنين المختبر. كل ما يعد واجب لهم هو يعد حق للمريض. فهذه نتكلم عنها بشكل عام لأنه نتكلم عن الطب. هو الطب هي مهنة يعني لا يمكن حصرها وتحديدها أو حصر اللي ممكن يصير فيها إلا بالعكس. هي عملية إنسانية قبل كل شيء وما يقوم فيه الطبيب أو مزاولي المهنة هو عمل إنساني إما لعلاج مريض أو لمتابعة حالته. نعم. طيب محامي سعادة المحامي فيصل الآن بالنسبة للأخطاء الطبية يوجد الحمد لله النظام السعودي كفل حق من له حق في هذا المجال وفي يعني لوائح تنظيمية. كيف أنت كمحامي تقرأ هذه اللوائح التنفيذية وممكن تغيب عندنا إحنا كمواطنين أو يعني المفروض واحد يثقف فيها سواء أثقف نفسي أو المنشأة الصحية نفسها تثقف. نعم. هو حقيقة لو يعني خلينا نتكلم عن الأخطاء الطبية لا يتوقع أن وجود لائحة تنظم الأخطاء الطبية لأنه الأخطاء الطبية مو مفترض تكون موجودة. نعم. عرفت كيف؟ نعم. فما نتوقع أنه إحنا نحط لائحة ننظم حاجة مفترض أنها ما تصير أساسا. عرفت كيف؟ ولكن في حالة أنها صارت في اتجاهات رسمية أنه والله جهات مختصة للتحقيق في الموضوع ومتابعة الموضوع ومعرفة هل فعلا وجود خطأ هل الخطأ فعلا ناتج عن أنه قصور أو خطأ ممكن يكون بسبب يعني في بعض الأخطاء نتكلم عنها مع الأطباء إنه ممكن تحدث الخطأ هذا يعني ويكون علاجه بسيط أو ممكن حدوثه بسبب ضغط أو بسبب أي حاجة طبيعية. ولكن في أخطاء تصدر أحيانا لا يمكن تصدر من طبيب أو تصدر عن جهل منه. هنا الأخطاء اللي يعاقب عليها النظام وطبعا وضع جهة معينة يتم الرفع لها هي اللي تبحث مدى وجود الخطأ ومدى نسبة الضرر وتحديد طبعا الإجراءات اللازمة فيها سواء مع المزاول من ناحية العقاب أو من ناحية المصاب في تعويضه عن الضرر الناتج. نعم نعم. يعني لضمان الحقوق النظام واضح بالنسبة لهذه الأخطاء العقوبات. بالتالي المحاكم اللي تنظر بالأخطاء الطبية ما هي هذه المحاكم؟ وإذا شخص لا قدر الله تعرض لخطأ طبي كيف يتصرف في بادئ الأمر؟ يعني كيف يتعامل مع هذا الموضوع ليتأكد من حقه ومن أيضا دفاعه عن يعني المشكلة التي حصلت معه؟ طبعا في حالة أنه شك المواطن أو المريض أن وجود خطأ طبي مفترض على الجهات المنشآت الطبية في نموذج معين ظهر أنه إذا ما خان ذاكرة نموذج رقم 10 يعبى من قبل الجهة نفسه يرفع طبعا من قبل الجهة للوزارة التحقيق المبدئي بعدين طبعا يطلع للوزارة وزارة الصحة تبحث الوزارة في الملف وتبحث في الإجراءات وتشكل لجنة للمستشفى لمعرفة هل وجود فعلا شبهة خطأ أو لا. إذا كان في شبهة خطأ يتم تحويل الملف طبعا للجهة المختصة. الجهة المختصة اللي هي اللجان الشرعية هي التي تنظر في الأخطاء الطبية وتنظر في تقييم الخطأ وتقييم الضرر الناتج عنه وتعويض المتضرر. طبعا اللجنة هذه طبعا مشكلة من قاضي لا يقل عن درجة ألف في تشكيله من الوزير زائد 2 أطباء
دكاترة في الجامعة واثنين مستشارين، وطبعا في دكتور صيدلي. يعني هذه اللجنة محامي فيصل موثوق بها، يعني بعض الناس دائما يعني مشاكل الناس مع وزارة الصحة انه وزارة الصحة اللجنة اللي تشكلها من وزارة الصحة. يعني انا ما ابغى وزارة الصحة تحقق في مشكلتي، انا ابغى محامي او مركز قانوني. هذا دليل على كلامك انها ثقة يعني ما هي. لا اكيد ان اللجنة هذه لجنة محايدة ما تنظر لمصلحة شيء. وبعدين الحمد لله وزارة الصحة يعني لو تقدم لها أي شيء، أنا من ضمن القضايا اللي أنا استلمتها تقدمت لها بشكوى وتحركوا بشكل عاجل وبحثوا بالموضوع. بالعكس يهمها مصلحة المواطن ويهمها مصلحة المريض، لأنه هي ليس طرف للطرف. ونتكلم عن القسم المستشفى أو العلاج لأنها حاجة مهمة جدا وصعب لنا احنا نفقد الثقة فيها. بالعكس ثقة موجودة وكثير من الناس رفعت دعاوي ووقفوا أطباء وخذوا حقوقهم وصدت لهم أحكام وتعويضات مناسبة عن الأخطاء، والأطباء شطوا بسجلاتهم أو أنهم تعرضوا لعقاب قانوني أو جنائي. فلا يمكن أن نفقد الثقة لأن هذه لجنة محايدة. والعقاب برضو يعني العقاب شديد، يعني بعض الناس يقول لك الأخطاء الطبية هذه لأنه ما في عقاب فما يخاف. هذا فعلا الكلام صحيح؟ احنا مشكلتنا احيانا نبغى نفرق ما بين الخطا وما بين احنا نحس انه خطا. عرفت كيف؟ في بالنسبه للطب بالذات في احيانا بعض الحالات، طبعا انا ماني بطبيب انا محامي ولكن اتكلم بمنطق العام. في بعض الحالات مثلا علاجها يكون في مضاعفات جانبيه، مفترض هذه من واجبات الطبيب او من واجبات الجهه المعالجه او المستشفى يضاح للمريض انه مثلا علاجه او العمليه هذه ممكن يحصل لها اضرار وتحددها عشان يكون المريض مهيئ نفسيا للمضاعفات هذه. صحيح. احيانا تصدر بعض المضاعفات تحس المريض انه في خطا طبي. انا اتكلم عن حالات نادره، عرفت كيف؟ وهنا يبدا ياخذ الاكشن ويطلع ويروح يقول لا خطا طبي. وفي بعض الحالات لا فعلا يكون في خطا طبي واضح، ولكن احيانا يعني كثير في جهل من الناس عن الاجراءات او يكون مثلا قطاعات خاصه ما توضح للمريض الواجبات اللي له والتزامات اللي له. هذه من ضمن الالتزامات اللي حطوها الجديده طبعا في اللائحه، انه مفترض انه المستشفى او المركز العلاجي يوضح للمريض ايش الواجبات اللي له، ايش العلاج، نوعيه العلاج، تكلفه العلاج، لو في مضاعفات، لو في يعني شيء. يعني مدى الشفافيه اللي ممكن تكون بين هذه المنشاه الطبيه وبين المريض؟ ضعف هذه الثقافه القانونيه، مين اللي يحمل يعني في الاخر تزويد المريض فيها؟ مين السبب فيها؟ هل هي المنشاه الصحيه؟ هل هو المريض نفسه هو اللي ما بحث عن حقوقه في تلقي للعلاج؟ هل وزاره الصحه ايضا لها نصيب في ايضا توعيه المرضى؟ كيف ممكن يكون هناك وضوح كامل شفافيه عند تلقي العلاج؟ ما هي المضاعفات؟ كيف ستكون خطة العلاج؟ وأيضا لا قدر الله إذا حدث أخطاء طبية فما يكون فيها بعض الشك من قبل المريض. هو المريض ما وصل للمستشفى إلا هو يعني يكون بحاجة لعلاج، فمفترض أنه الجهة أو المركز أو الجهة العلاجية توضح للمريض ابتداء ترى من الاستقبال، من استقبال المريض، تعامل مع الحالة إذا كان في إسعافية، إذا كان في حالات مراجعة، إذا كان في مختبرات، إذا كان في أشعة، إذا كان في، مفترض هذه كلها تكون واضحة للمريض. صحيح، يعني مهما كانت الحالة لابد من إيضاحها. لازم إيضاحها عشان تكون واضحة له وما يبدأ المريض، لأنه المريض إنسان بسيط جدا، في بعض الناس بسيطة جدا، ما صعب تتكلم عن قانون أو تتكلم عن التزامات وواجبات، لأنه هو جاي مريض قد يكون أحيانا بحالة مو مركز أساسا. صحيح. أو يكون حالة بسيطة. يعني احنا نتكلم على مدينة الرياض أو المدن الكبيرة، في حالات تجي من الخارج ما عنده الخلفية القانونية أو الثقافة. هذه مفترض أنه طبعا وزارة الصحة مشكورين والشؤون الصحية بدوا أنه يسووا لجان تفتيش، وتوقع خلال الفترة اللي فاتت أقفلت كثير من المنشآت لعدم وجود لوائح، لعدم وجود تنظيم، لعدم إيضاحات كثيرة. يعني في جولات مقام الآن التفتيش على المواضيع هذه، الإيضاحات والواجبات، لازم يوضح للمريض. صحيح. كل شيء.
عشان ما نتكلم عن خطأ طبي وقد يكون ما في خطأ طبي أساسا. محامي فيصل، يعني في المقابل حتى ليش ما يكون مثلا وزارة الصحة تلزم مثل هذه المنشآت الصحية الخاصة والعامة أيضا الحكومية، مثلا يكون في ربط بين المريض وبين المستشفى، يكون في محامي موجود، لأنه أنا أعرف ناس كثير للأسف يجيبون للأوراق يوقع على كلام كله تقارير بالإنجليزي، بعضهم ما يقرأ إنجليزي حتى، وحتى لو كان ثقافة الإنجليزية كويسة ما راح يفهم الكلام الطبي والمصطلحات الطبية، فأنا مضطر أني أوقع لأنه حالة يعني ما تسمح أنه الواحد ينتظر. صح. ما تقرأ الكلام، يمكن الأغلب لا ما يقرأ الورق على بياض. كلامك سليم، يعني هذه نقطة محتاج أنه فعلا أن احنا تنظر له وزارة الصحة أنه ما ينفع المريض يوقع على أوراق سواء في إجراء عملية أو بس في الغالب، خلينا نتكلم في بعض المستشفيات يوضحون قبل التوقيع، يجي طبيب تخدير مثلا أو يجي طبيب قبل العملية أو قبل اتخاذ يشرح الحالة كاملة، يعني ما ننتقص برضو كامل، لا في بعض الأطباء مشكورين وفي بعض المستشفيات يجون للمريض قبل بدء أي إجراء يشرحوا له الحالة كاملة، إيش المطلوب، إيش اللي هيوقع عليه، إيش اللي هيسوونه هم. فهذول طبعا في بعض الحالات الثانية لا، يمكن قد يكون أحيانا المريض نفسه ما يوقع، يمكن المرافق نفسه اللي يوقع، عرفت كيف؟ هذه محتاجة فعلا أن احنا يكون في أحد قانوني طبعا. هذه من ضمن النقاط اللي مهمة جدا، وجود قانونيين في صحيح. المستشفيات أو إلزام المستشفيات، يعني أنا أتكلم عليك كمحامي، مفترض أن يكون في مثلا لجان من المحامين أو يسمحونا أن نروح المستشفيات، أن نتكلم مع المرضى، نتناقش في توعيتهم في الناحية القانونية. نعم. لأنه يبقى المريض أو المواطن بسيط جدا، صعب تقول له اقرأ قانون واحفظ. نعم، ومثل ما يوفرون محاسبين عشان يأخذون فلوس، وفر محامي أيضا، أنت لا تصير متطور في مجال أنك تأخذ فلوس من المواطن وما تحط محامي يحمي حقه يعني في المقابل. صحيح، يشرح له دوره. قليل من الناس اللي يجونا مثلا يقول لك والله أنا كذا 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 عندي، صار عندي كذا، فإحنا بعد ما ننظر الأوراق نوجهها طبعا لوزارة الصحة تبدأ تأخذ الأكشن عليه إذا كان في خطأ، أو إحنا نتكلم كمحامين نعرضها على زملاء أو دكاترة أو ليعطونا الحالة المبدئية. نعم. فكثير من الناس ما عندهم الثقافة أنهم والله أنه لا حس في خطأ، في إجراء لازم يقوم فيه وقت الخطأ، يعني وقت ما يعلم بالخطأ في نموذج يعبيه عشان إيش يأخذ الإجراء. طبعا الوزارة إذا وصل لها الموضوع تبدأ تأخذ إجراءاتها في الأكشن، بس إحنا نتكلم ما قبل وصول الوزارة بالفعل. هي يمكن المراحل الأولى للعلاج اللي هي المراحل اللي فعلا تتضمن خطة العلاج، بالتالي أيضا تضمن شرح لهذا المريض. صح. عن حقوقه في المنشأة الطبية، ماذا سيقدم لها، إيش هي أيضا تكلفة الكاملة، كل الأمور هذه يعني تكون موجودة، وما يصير تدخل المحامي لا قدر الله في حال الخطأ فقط، يكون تدخله من قبل من أجل نشر التوعية أيضا. ترى واجبات على فكرة المريض لا يمكن حصرها، لا يمكن، حتى لو حصرها النظام والقانون لا يمكن حصرها، لأنك أنت تتكلم عن مريض قد أحيانا يجيك حالة إسعافية غير موجودة بالنظام، ولكن هنا يقع الواجب المهني للطبيب أنه يبدأ يتحرك في الحالة، يبدأ يسوي لها إجراءها القانوني، عفوا إجراءها الطبي، إجراء اللي يضمن إن شاء الله بإذن الله حياة، إذا كان في إجراء معين أنه يحافظ على حياة المريض. ففي بعض الأشياء لا يمكن حصرها بالقانون، هي موجودة. صحيح. ولكن نتكلم عن المهنة الطبية مهنة صعبة جدا. صحيح. ومهنة إنسانية قبل كل شيء، بالفعل إحساس الطبيب بالمريض واهتمامه فيه هنا كافي، هذا شيء يعني تعلمناه وعرفناه، زي المحامي نفس الشيء، يعني أنا أقول المهنتين مقربتين جدا لبعض، لأن هنا نوكل على حياة إنسان، وهنا نوكل برضو على حياة إنسان، بس هنا بصحته وهنا بحياته العملية. طيب دكتور فيصل، يعني في الهاشتاج في ناس متفاعلين كثير مع الموضوع ويسألون يعني اختفاء المواليد، وبرضو في المقابل الإهمال، كيف أنا يعني لا سمح الله حصلت الحادثة هذه إيش أسوي؟
طبعا اختفاء المواليد هذه انا ما اقدر ادخل فيها بتفاصيل كثيره. هي ليست ظاهره يعني، يعني حاله او حالتين وهذه تصير يعني مو بس عندنا، يعني في كثير من الدول تصير، فلا يمكن نحطها مقياس لنا. وعلاجها سهل يعني، لو ركبوا كاميرات المستشفى ما راح يخسر شيء يعني. لا انا اقول لك موجوده يعني، انا اتكلم عن حالات كثيره صارت، يمكن تكلموا عن جزء بسيط او نقطه بسيطه من بحر. نعم. الآن مثلا في المستشفيات أول ما في حالة الولادة يأخذون اللي هو للأم، يتأكدون من الشريط اللي نحط اليد للأم، الرقم، تحليل الدم، هذه أشياء كلها يعني في بعض المستشفيات، كثير مستشفيات أنه يأخذها أول ما ينولد المولود، يبدأ يربطون على إيده وعلى رجله الشريط اللي فيها الاسم والرقم وتحليل وبعدها الدم، تصوير دائم على الطفل أيضا يعني. نعم. الأم تطلع على حال الطفل بشكل، لكل قاعدة في يبقى استثناءات. صحيح. موجودة، ولكن ما نتكلم في الاستثناءات ونترك الأساس الرعاية نفسها. والإهمال طيب، السؤال الثاني الإهمال. الإهمال هل يوجد شيء يعاقب على الإهمال؟ نعم، احنا تكلمنا فيها في حالة وجود إهمال، في وزارة الصحة فاتحة أبوابها للجميع في استقبال، وأنا من تقريبا من شهرين قدمت الحالة، يمكن الرجل اللي جاني يمكن له 5 سنوات أو 6 سنوات عنده خطأ طبي، وما اكتشف عنده خطأ إلا بعد ما خلص مراحل العلاج، يعني تعالج في أكثر مرة، ويوم رفعت حتى للوزارة استقبلوا الحالة وتعاملوا معها بجدية وطلبوا الملف وشكلوا لجنة، يعني في حالة وصول الحالة لهم ما نحاسبهم وهم لسه ما وصلت لهم الحالة على مجرد ان احنا نشوف حاجة. صحيح، بالعكس ثقة كاملة اكيد باللجنة، لانهم هم يعني فعلا مهمتهم هي يعني متابعة حالة المرضى. صح. واثبات حقوقهم اذا لا قدر الله تعرضوا لاي اخطاء طبية، والفصل اكيد يعني منشآت كثيرة اقفلت خلال الفترة السابقة. نعم. بسبب الاهمال، يعني انا شايف يمكن في خلال 3 شهور 4 شهور. طيب عموما محامي فيصل ما نبغى نقطع كلامك، ولكن بعدنا موجز لاهم الاخبار فما نقدر نكمل. وصلنا معكم نهاية صباح السعودية، بكرة إن شاء الله تعالى نكمل معكم. حنا نشكر المحامي فيصل الحربي على حضوره، وصراحة استفدنا منه الكثير يعني. أكيد كل شكر لضيفنا، وشكر لكم مشاهدينا، ونشوفكم بكرة بإذن الله الساعة 9.